قلنا بقى نروح على حاجة مهمة جدا زي ما كنت بقول لكم عليها في أول الحلقة. موسيقار الشعب الشيخ سيد درويش. سيد درويش ده واحد من أهم المدارس الموسيقية اللي ظهرت في حياتنا، وهو المجدد الحقيقي والأبرز والأعمق. وبنتكلم على راجل جدد في الموسيقى المصرية والعربية بشكل عام، وفي نفس الوقت حافظ على الطابع المصري جدا في كل حاجة قدمها. ده سيد درويش، عبقري مذهل مذهل. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الموسيقي الكبير أستاذ محمد دياب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ الحمد لله تمام. بقى أنا وأنا صغير لقيت عندنا في المكتبة الموسيقية الخاصة بأمي العشرة الطيبة بتاعت سيد درويش. نعم. صغير جدا وسمعتها، فوقعت في أسر هذا العبقري. نعم. أول سؤال، إيه هي أهمية سيد درويش؟ أهمية سيد درويش إن هو كان بمثابة النهاية السعيدة لمدرسة القرن 19، عصر النهضة، المدرسة المصرية في الموسيقى والغناء. بمعنى إن هو انبثق من هذه المدرسة، هو ابن المدرسة دي، ولكن هو من قام بثورة كبرى في التجديد في الموسيقى. نقل الغناء المصري والموسيقى المصرية من المدرسة التطريدية القرن 19 إلى المدرسة التعبيرية. والحقيقة إنه هو ما كانش طبعا أول شخص قدم التعبير. طبعا اللبنة الأولى اللي وضعها في المدرسة التعبيرية كان الشيخ سلامة حجازي، الشيخ سلامة، من خلال المسرح الغنائي. ولولا المسرح الغنائي ما كانش انتقل الغناء المصري من التطريب إلى التعبير. وبرضه ندي الفضل للخديوي إسماعيل لما أسس دار الأوبرا الخديوية. صحيح. لما أسس دار الأوبرا الخديوية وجات الفرق الأجنبية وقدمت الأوبرا وشافها المصريين، الشيخ سلامة حجازي قدم من خلال ده ألهمه أن يعمل المسرح الغنائي المصري. المسرح الغنائي ليه متطلبات من التعبير عن موقف، فلازم اللحن يبقى مواكب للمعاني اللي بتقولها الكلمه، فاضطر ان هو يواكب العمليه دي. جاء الشيخ سيد درويش كمل بقى احدث ثوره كبرى يعني. وطبعا الشيخ سلامه حجازي سمع الشيخ سيد درويش في اسكندريه واعجب بيه جدا، وهو اللي طلب منه يجي القاهره وعمل له حفله مخصوص ارادها ليه في مسرح بريطانيا اللي هو مازال موجود في شارع الألفي في وسط البلد، وهو سينما كايرو حاليا. وقدمه للجمهور، والجمهور ما أعجبش قوي بيهم، قال لهم ومع ذلك هو خليفتي وهو أمل مصر في الموسيقى. يا سلام. طب أنا عندي سؤال هنا على التراث الموسيقي لسيد درويش. أنا بظن إن في جزء منه، ده ظني المتواضع يعني، جزء منه مختفي أو مندثر أو محتفظ داخل مكتبات ولا يتم الإعلان عن وجود هذه الأسطوانات وهذه التسجيلات. بالتأكيد يعني المفروض إن ده يبقى دور تقوم بيه دار الأوبرا أو أكاديمية الفنون أو تقوم بيه الدولة يعني. هو طبعا التأريخ لسيد درويش ما حصلش فيه تقصير الحقيقة يعني. مثلا مجلس الوزراء بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية أصدر موسوعة من جزئين فيها كل نصوص الأغاني والتاريخ ليها والأوبريتات اللي عملها وكل أعماله يعني. غير كتب كتير صدرت ودراسات وأطروحات اتعملت عن فنه. لكن في أعمال مش متوفرة يعني. في أوبريتات ليه هو لحنها ما لقوش النوت بتاعتها. أيوه. في ممكن يبقى في أسطوانات مش متوفرة أو متاحة للجميع. وأنا أخشى إنه يعني حسب علمي إن الفنان إيمان البحر درويش بيحتفظ بنوت واسطوانات نادرة للشيخ سيد. وفي الكام سنة اللي فاتوا سمعت إن في حريق حصل في شقته، فمعرفش هل طال بعض التراث ده ولا لأ. ده يدينا فرصة إن إحنا ممكن دلوقتي نحاول يبقى في مؤسسة تقوم بالدور ده، وليكن دار الأوبرا مثلا. مهم جدا ده. دار الأوبرا عندها مكتبة وكان عندها مشروع لتوثيق وحفظ كل التراث الغنائي المصري يعني. ده مشروع كبير يعني وقديم يعني. المتحف الموسيقي بتاع دار الأوبرا مشروع معروف. نعم، بدأته الدكتور رتيبة الحفني من 15 سنة أو أكتر. أكتر. بالتعاون مع إحدى المؤسسات في الدول الأوروبية، وقدموا دعمه وبدأوا فعلا في تدوين النوت لكل الأعمال القديمة، ولكن للأسف توقف المشروع. نتمنى أنه هو يعاد مرة تانية. طب
سيد درويش عاصر محمد عبد الوهاب. نعم. هل كان في بينهم علاقة؟ هل كان في بينهم لقاء؟ هل كان في بينهم آراء متبادلة؟ هو الحقيقه عبد الوهاب هو اللي عاصر سيد درويش، اذا جاز لنا التعبير، يعني اللي هو ادركه يعني. صحيح. وكمان هنتكلم برضو عن السيده ام كلثوم برضو. اوكي. نعم. احكيلي. عبد الوهاب كان لسه يعني صبي، يعني نقدر نقول شاب في مقتبل حياته. صحيح. يعني كان وقتها الشيخ سيد بيشتغل مع فرقه علي الكفتار في مسرح بريطانيا برضو، كانوا بيعملوا بروفات اوبريت شهرزاد، وفي ممثل اسمه فهمي امان قال لعبد الوهاب تعالى وانا اخليك تحضر بروفه للشيخ سيد. يا عيني. فخدوا المسرح وقعد سمع الشيخ زي الشيخ سيد وهو بيغني مونولوج انا المصري كريم العنصريه. فجاله صدمه من جمال اللحن، يعني بهت لجمال اللحن والتعبير بتاعه. واحنا هنلاحظ ان عبد الوهاب استلهم اللحن ده بعدين في لحنه مونولوج في الليل لما خلي، هتلاحظ التشابه. عبد الوهاب خرج من المسرح بيقول ما لقيتش نفسي غير ان انا بجري، بفضل اجري في شارع مادي الدين لحد ما وصلت محطه مصر، ما توقفتش الا من التعب يعني. بعديها الشيخ سيد سمعه واعجب بيه جدا وقال الولد ده هيكون له مستقبل كبير. ولما الشيخ سيد قدم الاوبريت وما نجحش بيه قدمه بعبد الوهاب، خلى عبد الوهاب يقوم بدوره. في نفس الاوبريت. نعم. ولما توفى الشيخ سيد كان وقتها بيلحن لفرقه السيده منيره المهديه اوبريت كليوباترا ومارك انطوان. ايوه. فهي طلبت منه، يعني هي يعني تحسها الفنيه حست ان ده تلميذه، يعني ده اللي هيكمل مدرسته، وده حقيقي يعني، طلبت منه يكمل تلحين الاوبريت ده. اما السيده ام كلثوم بقى فطبعا حضرتك عارف انها من بدايه العشرينات وهي شبه مستقره في القاهره. لكن حسب ما انا قدرت اتوصل ان في لقاءين جمعهم. وطبعا كان الوسيط في ده الشيخ ابو العيلة محمد. لا كان ناس ثانيه. كان ناس تاني. اول لقاء كان في راس البر، كانت هي لسه في مرحله الصبا، يعني نقدر نقول 15 سنه حاجه كده. وكان هو مع صديقه محمد علي حماد، طبعا هو كاتب كبير عمل كتاب مهم عن سيد درويش اسمه حياته ونغم سيد درويش. كانوا الاثنين بيعانوا من ازمه نفسيه، فراحوا يقعدوا يومين في راس البر، فنزلوا في لوكاندا بسيطه فلقوا فيه ثلاث شيوخ معممين ومعاهم صبي لابس عقال وبلطو، ولاحظوا ان الصبي ده شقي، فلما سالوا قالوا لهم لا دي بنت واسمها ام كلثوم من تميز زهايره وبتغني وصوتها حلو، وفي واحد من اعيان المنصوره متبنيها ومؤمن بموهبتها، وجابهم هنا يغنوا للناس، بيعملوا كل ليله حفله مقابل تذكره 5 قروش. فالشيخ سيد قرر يستنى يسمعها، يعني يسهر يسمعها. فسمعها غنت طبعا التوشيح بتاع مولاي كتبت رحمه الناس عليك بتاع الشيخ زكريا احمد، وبعدين فجاه راحت مغنيه مونولوج والله تستاهل يا قلبي للشيخ سيد درويش. طبعا بتغني ببطانه، ما فيش فرقه موسيقيه في الفتره دي، البطانه كانت مكونه من والدها الشيخ ابراهيم البلتاجي واخوها وابن عمها. فهو فوجئ انها بتغني له، يعني وهي طبعا في الفتره دي كانت متخصصه في الانشاد الديني اكتر من انها تغني عاطفي يعني. فبهت بادائها للحن، وهي ما كانتش حافظه اللحن كامل، فكانت تيجي عند مكان معين من اللحن وتقف، فيسقفوا لها يشجعوها عيدي تاني فتعيد. فلما 3 مرات ده حصل عرف انها مش حافظه الكلام بتاع اللحن للاخر. بعد ما خلصت يعني حسب ما بيوصف محمد علي حماد انها كانت صغيره، فهو شالها ورفعها على كرسي عشان يكلمها، وبسها من جبينها وقال لها ما شاء الله عليكي انت هيكون ليكي شأن كبير قوي. وبعدين هي نزلت مع كرسي وجريت راحت اوضتها، فكانت طفله يعني نقدر صبيه يعني نقدر نقول ده ممكن اللقاء ده سنه 18 مثلا في الحدود دي اعتقد يعني. بعدين لما هي بدات تيجي القاهره كان في متعهد طبعا المعلم صديق احمد مشهور طبعا. طبعا. من اشهر متعهدي الحفلات، كان وقتها عمل لها حفله برضه في مسرح بريطانيا.
كانت تاني حفلة ليها في القاهرة، حفلة عامة طبعا. هي كانت ساعات بتيجي تغني في بيوتات ناس بتغني ساعات في المولد القصور. النبوي او غيره، لكن دي اول يعني تاني حفلة بتذاكر للجمهور يعني. ايوه فكان الشيخ سيد موجود في المسرح، لانه وقتها طبعا كان بيقدم عليه عروض ليه مع فرقة علي الكسار، او ممكن يبقى نجيب الريحاني حسب يعني. فالشيخ سيد حضر الحفلة دي وقال اثنى جدا على صوتها، وقال البنت دي هيكون لها شأن كبير جدا. طبعا انشغاله هو بتلحين الاوبريتات، وطبعا كونها كانت لسه في بدايه حياتها الفنيه فما كانش مهتم، وهو كان تركيزه اكتر مع حياه صبري كان بيحبها جدا، وحتى هي قالت انه اتجوزها في جواز سري يعني، كانت على ذمته لما توفى يعني. طبعا عارفين حياه صبري برضو غنت المونولوج بتاع والله في الدهلي يعني. الشيخ سيد الحقيقه يعني عمل انجاز ضخم جدا في السنين القليله اللي عاشها، اللي يعني جدا 31 سنه كم شهر يعني. لحن 32 اوبريت في 6 سنوات بس، 6 سنين بس، لحن فيهم 32 اوبريت، قدم خلال ال 32 اوبريت 233 لحن، وقدم عموما 427 لحن. يعني الغزارة الانتاج ده في العدد القليل من السنوات دي، تحس انه يعني وكانه كان حاسس انه مش هيش، وكانه يعني عمره كان قصير فبيعوض. نعم، وكانه كان يعلم ان عمره قصير، سبحان كأنه الله. كانه شهاب كده نور، وما زال ضوء الشهاب ده احنا عايشين في ظلاله يعني. هو انا حاسس بس يعني. اتفضل يا فندم. لا خالص، انا عايز اشكرك اولا، ويعني اتمنى ان احنا نقعد قعده طويله مش في التليفون بقى، تنورنا كده في الاستوديو نقعد نتكلم في التاريخ الموسيقي مش بس السيد درويش، يعني ممكن نقعد نحكي في اكتر من حاجه. اتمنى ذلك، لان انا مستمتع جدا باللي بتقوله، وثانيا معجب جدا بمهاره الحكي والجذب يعني اللي عندك. انا بشكرك جدا 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 ناقدنا الموسيقي الاستاذ محمد دياب.